شو تعريف الحارة؟ حب، البساطة، القعدة على باب الدار، ريحة الأكل وأنت ماشي، تعبير على الأفراح بالكتابة على الحيطان، قعدة النار في الليالي الشتوية مع باكيت البزر وواحد خريط، هذه هي الحارة. أحلى شي في الحارة الصغار ولعبهم، واليوم حلعب كورة بس على طريقة الحارة. يا ندوة الكورة، صاحب الكورة زعل وروح، صاحب الكورة رد علينا، يلا بدنا نلعب تكسيمة. طبعا من قوانين اللعب في الحارة انه العارضة بتكون شبشب واحد من اللعيبة، والعارضة الثانية شبشب اللاعب الثاني. وين انصح واحد؟ انا انصح حراس دايما. عرف حاله، انصح واحد دايما بيكون حارس. من قوانين لعب الكرة في الحارة انه لازم تشلح حافي زيك زيهم. هلقيتها ضربة البداية، طبعا فيش حكم، حنبدأ اللعبة. حط رجلك حط ولك أسد يسعدك. وقف اللعب شكو العافية عمي حبيبي، الله يسعدك. يلا العب ها تلعب. بدو يقلدونا بلنتي. طبعا من قوانين اللعب في الحارة، انا بدي اشوت انه البلنتي بيجي بحلفان اليمين وممنوع البوزي. هذا فنان. طبعا طبيعي جدا تخلص المباراة 20-30، والمباراة تخلص مع دال المغرب او صاحب الكرة ابوي ينادي عليه. العبوا يا اولاد. ايش اسمك؟ احمد الدع. ما شاء الله عنك يا احمد، والله انك لعيب. مين فريقك المفضل؟ ليفربول. يعني محمد صلاح لاعبك المفضل؟ حتكون زي ابو صلاح ان شاء الله. ابو صلاح المنطقة يا شباب هذا. الحارة ولا الحارة. هل قد جوكت انه نلعب لعبة العنبر مع الاطفال اللي قاعدين بيستنونا؟ يلا يا اسماعيل احكي لي عن لعبة العنبر. هاي حطينا القزازة هنا. القزازة 100%. هاي حطيناها هنا. نجيب الطوق، نفرق فريقين، أربعة. الفريق الأول إذا رمى ما جابهاش. إيش؟ خلاص بيجي الفريق الثاني يلعب. بضل يجرب لغاية ما يخبطها. أيوة، اللي خبطها هو فريقه بشرد. 100%. هقدر نلعب أنت فريق وأنا فريق. موت عبي ايوه لك عبي شيء او سياره مستنى الاجازه طبي معلك زازه واللعب لازازه طرقت اوش النار. هيا عنبر. اليوم لعبنا في الحارة كورة على طريقة الحارة وقلول وحجلة. لسه في ألعاب كتير في الحارة زي العنبر والنينجا والشريدة وحضر بدر. انتوا شو بتلعبوا في حارتكم؟